في حد تخنص قاعد يودنا نمسخنص افكار اللي عندك الضعفين بقى فقلب بفلوت اسمه بتخنص انا فيك ببلاد الشام ديناميت بيت بلاد انا فيك ببلاد الشام بلا 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 مخدمي راجع كمل حربي بعدات نات داني ما بتهد نام كمل بطريقة على هدفي موسيقى سندات نفك سيقى جاي ابني سيل ابناني وانت ابني شي طبيعي ما بتحبني هيدي بداية القلق عاضي سمية تحمية نزل نتبطق نوربي بحد ما نفع بالمجال كملك مكتب كبيري هو اكبر جحش قريه حكاية اطالة من غيرنا بس قلة اللي جاية بس عرض العطال ينزلي انا وزاني تقيلة من قادر يحملي بطلنا بني خصومي برا انا فلي لف لف حدا دخنون احدي وتنار بسخنون افكار اللي عندك الضعفين بين فقلب بفلوت اسمه بتخنن فيك تجيب سيلي لا اكيد مش اشملي فبالطبع عنيدو حتى محيطي ما عرف عني بلا مبالغه بالوصف اني مجنون على بيتي مريض جيا فوبيا ما تحلم بعدوى ما بجيب اهدافي الا ما اخزو شبكه بما انه وجودن عالفاضي بلا جدوى فمنغعز بيني عنو منرقص في دبكات باقي انميز يلي خان ضل قضاؤه بكيس يلي مال لما هدته مصالح على صنم من ذهب وكله بده بيس مثل اللي عوضه في ذكرني مديم يا ما عطى من الدم في دفبثي يا ما كنت متعبي حتى داري ما في غير ما بالظهر وبدخل بير هلا فيك ببلاد الشام فجر الساحه بديناميت بيت بلاد صوت طول بالسين فلا سمعوا هاب صاحب مستوى من الحديد لا شي فاخر فلوي ذهب انتدك لما عم بتبهدل صلى بيستنى لخلص حدد بكمل هبط كذا بيت شعر بجائح جمع من طبقه من حجر وعمر كذا امسي كنبل جاهل على بلد كيف فيك بلا متقاتل بشي بسرعة تطلع تفتح السبع عصر فكر بكركي طلع منه حكي نخبل تفرق بتفرق من حرفي وكلمون الحركة بوطة بالضهري كحركة خبط المشهد على العلن ما حدا يتدخل يتفرج كدركة